بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم في اطار مقرر اعداد البرامج المصورة للطفل التوحدي. النهاردة المحاضرة الثالثة وموضوعها اعداد جداول النشاط المصورة والمكتوبة، اهميتها وكيفية تدريب الطفل التوحدي عليها. يعتبر نظام التواصل من خلال الصور Picture Communication System من طرق التواصل الغير لفظية مع الأطفال الصغار والأطفال المعاقين الذين يجدون صعوبة في التواصل اللفظي مع الآخرين. ونظرا للطبيعة الخاصة لأعراض اضطراب التوحد، فإننا نضطر إلى مثل هذه الطرق، مثل استخدام جداول النشاط المصورة وبرنامج بيكس في تدريب الطفل على أهداف تعتبر من أهم أهداف أي خطة تربوية للطفل التوحدي، وهي تنمية التفاعل الاجتماعي لديه وتنمية مهارة الاستقلالية والاعتماد على الذات ومهارات أخرى. جداول النشاط المصورة. يعد جدول النشاط بمثابة مجموعة من الصور أو الكلمات التي تعطي الإشارة للطفل التوحدي بالانغماس في أنشطة متتابعة أو تتابع معين للنشاط. ويمكن أن يتخذ جدول النشاط أكثر من شكل، ولكنه مبدئيا وبصفة أساسية عادة ما يكون بمثابة غلاف ثلاثي الحلقات، يتألف من عدد من الصفحات تتضمن إما صور أو كلمات، بحيث تعمل ما تتضمنه كل صفحة على تحفيز الأطفال للقيام بواحد أو أكثر مما يلي. ده شكل الغلاف او الفايل اللي احنا بنتكلم عليه لجداول الانشطة. وبعدين هنا في الجداول الانشطة عبارة عن صفحات منفصلة. ممكن بنفتح الملف كده ويبقى كل واحدة فيهم بتعبر عن جدول نشاط معين. الجدول ده مثلا بيعبر عن جدول نشاط الذهاب الى النوم. الجدول ده بيتكلم عن غسل الايدي، او بيوضح صور تتابع صور غسل الايدي. وده ايضا بيعبر عن تتابع صور التعامل مع الكلينكس بطريقة صحية. وده جدول نشاط مصور لتتابع خطوات غسل الأسنان. ده كده ايه النموذج من جدول الأنشطة المصور. طبعا احنا هنتكلم دلوقتي واحنا بنشرح، هنقول أهمية ان الصفحات دي تبقى سهلة الخلع والتركيب، لان هيبقى فيه تداول للطفل لهذه البطاقات. وفي الغلاف او الفايل او اللي احنا بنحط فيه الحاجات دي او الملف، ليه جيب كده بنحط فيه الصور اللي هيطبقها الطفل مع صور كل جدول من جداول الانشطة. وهنتكلم برضو عن مواصفات كل صورة من هذه الصور. ده بالنسبة لي الملف او نموذج لجداول الانشطة الخاصة بالطفل التوحدي. احنا بنقول ان دي عدد صفحات وتتضمن اما صور او كلمات، بحيث تعمل ما تتضمنه كل صفحة على تحفيز الاطفال للقيام بواحد او اكثر مما يلي، زي ما شفنا في صفحة الغسيل الايدي، صفحة غسيل الاسنان وغيرها، الخطوات نفسها.
كل صفحة بتتضمن أداء المهام المتضمنة، الانغماس في الأنشطة المستهدفة، التمتع بالمكافآت المخصصة. يعني مفروض إن جداول الأنشطة دي بتحقق الواحد من الثلاث مهام دي أو أكتر من ثلاث مهام، كل طفل على حسب قدراته وظروفه ودرجة الإعاقة اللي عنده ومستوى تقدمه في التعامل مع جداول النشاط. تفيد جداول النشاط المصورة الطفل التوحدي في تعلم الاستقلالية والاعتماد على النفس والتفاعل الاجتماعي وتعلم مهارة المبادئة، وأيضا تفيد في زيادة الحصيلة اللغوية، وتعتبر علاج مساعد للسلوك النمطي التكراري عند الطفل التوحدي. وده طبعا هذا السلوك النمطي التكراري ده من خصائص الأطفال المصابين بطيف التوحد. وتوفر على ولي الأمر دخول الطفل التوحدي في طلب الأشياء دون توقف، لأنه الطفل اللي مش عارف التوحدي، اللي مش عارف أو الذاتوي، اللي مش عارف يعبر عن طلب شيء معين، بيفضل يردد الطلب بإلحاح وبصورة متكررة إلى أن يتحقق الطلب، ويمكن ولي الأمر أو من يتعامل مع الطفل ما بيقدرش يدرك طلب بتاع الطفل بشكل سريع كما يجب، وبالتالي الصورة هنا أو جداول الأنشطة بتبقى بديلة أو بتساعد الطفل عن التعبير في الطلب. وأيضا هي وسيلة لتعديل السلوك، من خلال استخدام جداول الأنشطة بنقدر نعرف الطفل ونخليه يمارس السلوكيات الصحيحة السليمة لكل نشاط من الأنشطة، زي كيفية التعامل مع غسيل الأسنان وأدوات غسيل الأسنان وغيرها. وسوف نتابع من خلال عرضنا لكيفية التدريب على هذه الوسيلة كيف يتم تحقيق هذه الأهداف. فمن خلال المؤشرات الدالة على نجاح استخدام جداول النشاط المصورة في تدريب الطفل التوحدي لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، أن الطفل التوحدي بطبيعته له مجموعة من السلوكيات التي يمارسها بشكل روتيني يسير عليها ولا يقبل بأي تغيير فيها، فهو يتمسك بأدائها وكأنه يسير وفق جدول معين وضع مسبقا لها. ولعل هذا من أهم المحكات التشخيصية في كثير من الدلائل التشخيصية. فالطفل التوحدي لديه سلوك نمطي تكراري لا يكل ولا يمل من ممارسته، وهذا ما يشجع كثير من البرامج التدريبية التعليمية الشهيرة مثل برنامج لوفاس وبرنامج تيتش في التوصية والتأكيد على أهمية اتباع روتين معين في تعليم الطفل التوحدي، وتنظيم البيئة التعليمية والإعداد المسبق والتدريجي لأي تغيير محتمل، وغيرها من التوصيات بما يتمشى مع خصائص هذا الطفل من الروتين أو خاصية الروتين اللي هو بيتصف بها. يعني احنا بنستفيد من أحد خصائص طيف التوحد وهي الروتين، وبنعمل الجداول اللي فيها شكل الروتين، بنحدد فيها الخطوات عشان هو كمان يقدر من خلالها يعبر عن ذاته ويقدر يتواصل مع الآخرين من خلال استخدامه للصور. ومن خلال كل هذا يتضح لنا أن الطفل التوحدي بطبيعته يحب الروتين ويحب القيام بأنشطة معينة في تسلسل معين ومعتاد، فهو ليس كسول بطبعه، ولكنه يعرف كيف يقوم بالنشاط المناسب لكنه لا يعرف كيف يقوم بالنشاط المناسب ولا يعرف كيف يستثمر وقته، وهو لم يتدخل في اختيار تفاصيل النشاط الروتيني الذي يقوم به ولم يقم بالإعداد المسبق لهذا. وإذا ما تم تدريبه على أداء نشاط هادف ومثمر فإنه سيصل إلى أداء هذا النشاط بدون أي تدخل من الآخرين. لمعرفتنا جميعا بحب الطفل التوحدي بأداء سلوكيات روتينية دون كلل أو ملل، وهنا قد نكون أجرينا تحويل لمسار الطفل التوحدي، فبدلا من ممارسته لسلوكيات غير هادفة نستطيع أن نقوم بتدريبه على ممارسة سلوكيات هادفة وفقا لخصائصه. وهنا نستطيع أن نقول
أن جوهر وفلسفة التدريب على جداول النشاط المصورة هو تعديل محتوى النشاط الذي يمارسه الطفل التوحدي بما يعود بالنفع على الطفل. ونظرا للطبيعة الخاصة لأعراض اضطراب التوحد فإننا نضطر إلى مثل هذه الطرق، جداول النشاط المصورة، برنامج بيكس، في تدريبه على أهداف تعتبر من أهم أهداف أي خطة تربوية لطفل توحدي، وهي تنمية التفاعل الاجتماعي لديه وتنمية مهارة الاستقلالية والاعتماد على الذات ومهارات أخرى. فجداول النشاط المصورة للتدريب على الاستقلالية والاعتماد على الذات والتفاعل الاجتماعي، وبرنامج بيكس للتدريب على التواصل من خلال الصور، هما وسائل تعليمية في حد ذاتهم وليسوا أهداف تعليمية. يعني البرامج المصورة وجداول النشاط ما هيش أهداف، مش ولكن هي وسيلة لتحقيق الأهداف اللي احنا قلناها من شوية، أي أنهم وسيلة لهدف، فيجب أن نتعامل مع هذه الطرق التعليمية من هذا المنظور. وإذا نظرنا إلى أي وسيلة تعليمية نستخدمها في تدريب الطفل التوحدي هذه النظرة، فإننا نستطيع تطويع هذه الوسيلة بما يفيد الطفل التوحدي في ظل الفروق الفردية بين الأطفال التوحديين. زي ما احنا عارفين أنه في فروق فردية بين الأطفال اللي عندهم طفل التوحد، وأن في أنواع للتوحد حسب يعني تشخيص المسبق للطفل قبل ما نستخدم معاه جداول الأنشطة، وبالتالي وفي مستويات وفي درجات لشدة التوحد عند الطفل، وبالتالي بيبقى فيه فروق فردية بين الأطفال وبعضهم وبعض. وبالتالي هنا جداول الأنشطة يجب أن تطوع للأطفال على حسب ظروف كل طفل على حدة. ولكن هذه المرونة وهذا التطويع لا يجب أن يجعلنا نتهاون بالقواعد العامة لكيفية التدريب على جداول النشاط المصورة. فتدريب الطفل على اكتساب مهارة استخدام جداول النشاط يحتاج إلى وقت وجهد ليس بالقليل، ويحتاج إلى الصبر وبذل الجهد ليس بالقليل أيضا. ولكن مثلما يقول بعض أولياء أمور أطفال استطاعوا اكتساب هذه المهارة، أن الجهد والوقت المبذول في سبيل اكتساب مهارة استخدام جداول النشاط هو وقت وجهد مثمر ويأتي بفوائد كبيرة. يعني أيا كان الوقت والمجهود اللي هيبذل عشان الطفل يتدرب على استخدام جداول النشاط، فإلا أنه في الآخر بيدينا فوائد كتيرة بتعود على الطفل في اكتسابه بعض المهارات وتعديل سلوكه. كيف نعد جداول النشاط المصور أو إعداد جداول النشاط المصور؟ اعتمادا على استعداد الطفل يمكن أن يكون جدول النشاط مفصلا جدا، فنقوم بتقسيم المهمة إلى أجزاء منفصلة، أي بعرض المهمة مجزأة إلى وحدات يتم تدريب الطفل على كل منها بشكل مستقل إلى أن يتقنها فيتم تدريبه على أدائها كاملة. كذلك يمكن أن يكون جدول النشاط أكثر عمومية فيتم من خلاله استخدام صورة واحدة أو رمز واحد لحث الطفل أن يؤدي مهمة كاملة أو نشاط كامل. ومن خلال التوجيه المتدرج، أي التوجيه اليدوي والذي سوف نتناوله بالشرح في وقته، يستطيع الأطفال التوحديين تعلم الأداء ما يلي: فتح الجداول الخاصة بهم، تقليب أو قلب الصفحة الأولى أو الصفحات التالية، أداء المهمة المطلوبة منهم كما تتحدد من الجدول، الانتقال بعد ذلك إلى الصفحة التالية، يعني الصفحة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، التعرف على الإشارات اللازمة والمتضمنة بالصفحة وذلك لأداء المهمة التالية في الجدول. مثال أو نموذج لجدول نشاط مصور خاص بطفلة مصابة بطفل التوحد تبلغ من العمر حوالي 9 سنوات في الصف الأول الابتدائي، كانت تتبع بعد عودتها إلى المنزل جدولا مصورا
يتضمن مجموعة من الأنشطة التي كان عليها أن تقوم بإنجازها، وقد تضمنت القائمة التي كان عليها تتبعها الأنشطة من خلال الأنشطة المصورة التالية. طبعا دي خطوات، احنا بنكتب موضوع كل خطوة فيها، ولكن بيقابل كل موضوع من الموضوعات دي صورة تعبر عن السلوك نفسه. غسل يديها، خلع ملابسها المدرسية، الدخول للحمام والاستحمام، ارتداء الملابس المنزلية، ترتيب المائدة وتجهيزها، تناول الغذاء، غسل الأيدي والأسنان بالفرشاة والمعجون، أداء واجب القراءة، أداء الواجب المدرسي ومراجعته مع أحد الوالدين، اللعب بألعابها، التدريب على استخدام جهاز الكمبيوتر. دي أداءات زي ما حضراتكم شايفين، ارجع لها تاني، دي أداءات 11 أداة بتعملها الطفلة بشكل روتيني من ساعة ما بترجع من المدرسة في خطوات متسلسلة، نتيجة ان بيبقى معاها او في عندها جدول أنشطة مصور بهذه الأداءات، يا إما بشكل عام زي ما قلنا أو بشكل تفصيلي زي الصورة دي مثلا هنا. بتعبر عن أو صور اللي فيها خطوات غسل اليد، من إن هي بتروح عند الحنفية أو الصنبور، وبعدين بتحضر الصابونة، وبعدين الصورة الثالثة تفتح الحنفية وتحط ايديها تحت المية وتغسلها بالصابونة، وبعدين الخطوة اللي بعديها هتقفل الحنفية وبعدين تنشف ايديها في الفوطة. دي خطوات بتبقى محطوطة للطفلة مثلا عند باب الحمام او داخل الحمام، بتبقى بتشوف الصور وبتمشي بالخطوات بتاعتها بتتابعها، لان هي عندها روتين خاص ب طيف التوحد بيخليها تلتزم بيه. وهنا ممكن لو هي الخطوات دي اساسا ما بتتبعهاش، او فيها خطوة من الخطوات دي هي ما بتتبعهاش، لما هتلاقي الصور بتتابعها كده وتلتزم باتباعها هيحصل نوع من تعديل السلوك. وهنا تقوم الطفلة بالإشارة إلى أول بند تتضمنه القائمة، صورة تعبر عن السلوك والذي يتمثل في غسل يديها بالماء والصابون، فأخذت الأدوات اللازمة لذلك وبدأت على الفور في غسل يديها. الجدول اللي احنا شفناه ده هو ده الايه أول حاجة، وعندما كانت تنتهي من أي نشاط كانت تعود إلى الجدول، الجدول ده بترجع له، وتقوم بوضع علامة نجمة عشان هي لسه ما بتعرفش تعمل علامة صح او خطأ، بتحط بتبقى متوفر لها في البيت استيكرز زي نجوم او اي حاجة للتعزيز، فبتروح جاية جنب السلوك اللي هي عملته وتحط ايه ستار او نجمة، يعني معناها انها ادت هذه المهمة او هذا الجزء من السلوك. وعندما كانت تنتهي من اي نشاط كانت تعود الى الجدول، وتقوم بوضع علامة نجمة أمام ذلك النشاط في القائمة. وقبل أن يتم إضافة أنشطة جديدة إلى الجدول الخاص بها، قام معلموها بتحديد الصور السلوكية الجديدة التي سيتم استخدامها في تلك الجداول. يعني كل ما بيحصل تقدم في استخدام الجداول قبل لما هي يعني تبقى تحتاج تدخل في المرحلة الجديدة، المعلمين بتوعها عملوا لها إيه قوائم او جداول انشطة جديدة تتابع فيها السلوكيات اللي هم عايزينها تتعلمها وتمارسها بطريقة الجداول، جداول الانشطة المصورة، لانها ما بتعرفش تعبر بالكلام والتفاعل الاجتماعي عندها ضعيف، وبالتالي هنا الصورة بتعبر عن المراحل او خطوات الاداء السلوكي اللي هي مفروض ايه تقوم بيه او تتبعه. وقد يضم الجدول قوائم منفصلة، وهي قوائم تقوم بتقسيم الهدف والنشاط او النشاط الى عديد من المهارات الصغيرة تماما، كما هو الحال فيما يعرف باسلوب تحليل المهمة.
وهو معروف للجميع، وكمثال على قوائم منفصلة لمهارة ما نوضح هذا في جدول النشاط المصور الذي يحتوي على المراحل التي يجب أن تتبعها الطفلة للذهاب إلى النوم أو غسل الأسنان كما هو موضح في جدول النشاط التالي. ده جدول نشاط تفصيلي. احنا عندنا خطوة في جدول النشاط العام بتاعها بيقول غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون. جدول التفصيلي زي ما احنا شايفين كده، ادي مراحل ايه غسل الأسنان ابتداء من دخول الحمام، فتح الصنبور، غسل الإيد بالماء والصابون، وغلق الحنفية، وبعدين تنشيف الأيدي، بعدين إحضار فرشاة الفرشات، وبعدين المعجون، فتح أنبوبة المعجون، وضع المعجون على الفرشات، استخدام الفرشة اللي عليها المعجون في غسل الأسنان، وبعدين مضمضة البق بكوباية المية زي ما احنا شايفين، واستخراج المية اللي هي غرغر بيها في الحوض، وبعدين غسل فرشة الأسنان ووضع الفرشة والمعجون في الكوباية اللي هو مكان حفظهم في الحمام. دي خطوات تفصيلية. يعني الجدول العام بيقول ان الخطوة الحالية هي لازم تغسل الفرشاة والمعجون. يلحق هذه الخطوة العامة جدول تفصيلي، اللي هي خطوة عامة في الجدول العام، جدول تفصيلي زي اللي احنا شايفينه هنا، بيحدد لها الخطوات التفصيلية اللي هي هتقوم بيها بشكل متتابع يتفق مع خاصية الطيف التوحد. ادي جدول تاني تفصيلي برضو بيوضح خطوات الذهاب الى النوم. بعد ما غسلت سنانها بتروح وايديها وراحت التواليت وغيرت هدومها وراحت ايه رتبت السرير وقفلت الشباك او قرت قصة، وبعدين دخلت في السرير تنام. دي خطوات برضو زي ما انتوا حضراتكم شايفين انها جوه الملف، يعني انما هو ممكن يا اما الطفلة بتشوفها جوه ملف الأنشطة زي ما هو موجود، او ان هي الجدول النشاط بيبقى منفصل كده لوحده بيحدد اشكال السلوك وتتابعها والتكراري، يعني زي ما احنا شايفين. كيفية التحضير والتجهيز للتدريب على جداول النشاط. كل جدول من جداول النشاط المصورة يأخذ شكل كتيب صغير يتضمن 5 أو 6 صفحات، تحتوي كل منها على صورة تعكس نشاطا معينا يتم تدريب الطفل على أدائه. الصفحة السابقة تضمنت صور المراحل أو الخطوات التي يجب أن تتبعها الطفلة لغسل الأسنان، والصفحة التي تليها تتضمن المراحل التي يجب أن تتبعها الطفلة للذهاب إلى النوم بعد الانتهاء من تناول الطعام أو الذهاب إلى النوم. ويتضح في هذا الجدول تحليل المهام التي يجب أن تتبعها الطفلة في صور مرتبة متتالية تبعا لتتالي كل خطوة سلوكية يجب أن تتبعها الطفلة تمشيا ما يتصف به أطفال طيف التوحد مروتين في أداء الأعمال. يعني احنا بناخد من الخاصية اللي بيتصف بها طيف التوحد وبنعمل الأدوات اللي تحقق لنا نمو اجتماعي وتعديل للسلوك بتاعه من خلال ما يسمى بجداول الأنشطة. ولكل نشاط 5 مكونات تتمثل فيه: امساك الطفل بالجدول وفتحه، ثم قلب الصفحة والوصول إلى الصورة المستهدفة اللي هي هنا الصورة دي مثلا، أو والإشارة إليها
ويجب أيضا على الطفل أن يضع إصبعه على تلك الصورة ويسمي ما بها من أدوات إذا كان يعرفها، أو ينتظر الوالد أو الباحث أو المعلم ليسمي له كل منها. يقوم هو بترديد أو يقوم الطفل بترديد تلك الكلمات وراء المعلم أو ولي الأمر أو الباحث أيا كان أو المدرب، ثم أداء هذا النشاط والانتهاء منه، والذي يمثل المكون الرابع. أما خامس هذه المكونات وآخرها يتمثل في إعادة تلك الأدوات إلى مكانها الأصلي الذي أخذها منه من قبل. الملف أو جدول النشاط هو جابه من على رف، جابه من على مكتب، جابه من مكان معين بيحفظ فيه الملف. هياخد الملف بعد ما يخلص النشاط ويرجعه يحطه في مكانه. وهنا الروتين برضو ان احنا بنعلمه من خلال الروتين اللي هو من خصائص الطفل المصاب بالطفل التوحد، احنا بنستفيد منه انه يتعلم ازاي يبقى جزء من الروتين بتاعه انه يعيد الاشياء الى اماكنها الصحيحة اللي هو جابها منها. ادي الجدول غسل الايدي، ودي جدول بيعبر عن استخدام الكلينكس والسليم، ازاي بياخد الكلينكس من الخطوة الاولى بياخد الكلينكس من علبة الكلينكس، الخطوة التانية بيستخدمه في مسح الانف، الخطوة الثالثة بيضع المنديل في صندوق القمامة. ده هنا الجدول الخاص بغسل الأسنان، وزي ما احنا شايفين الصفحات بيتم ايه تقلبها، يعني كل صفحة بيتعامل معها ويؤدي السلوك الخاص بيها بيقلبها وينتقل الى الصفحة التالية. ودي من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين برضو نعلم الطفل او نخلي الطفل يتعلمها، ازاي يقلب الصفحة من نشاط الى نشاط اخر. ده هنا نشاط الاستحمام، يعني الجداول بقى هتبقى كتيرة، ويعني بتتعمل بالتعاون ما بين المدربين في المؤسسات التربوية او الاجتماعية اللي بيلتحق بها الطفل، مع فريق التدخل المبكر اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت في المحاضرات الماضية، ومع الوالدين، لانه الجداول دي زي ما هي موجودة في البيت هي موجودة في المؤسسة اللي الطفل فيها، و قد تحصل عليها الأسرة من المدرب أو المعلم في المؤسسة التربوية، وقد يعني يتعلم أو يكتسب ولي الأمر مهارات إعداد مثل هذه الجداول والملفات ويطبقها في البيت. بس بيفضل إن الصور اللي أنا بستخدمها في المؤسسة التدريبية او اسفل المؤسسة التربوية اللي بينتمي ليها الطفل تبقى هي نفس الصور ونفس الخطوات اللي بيستخدمها في جداول الانشطة اللي في المنزل. قبل استخدام جداول النشاط في بعض المهارات لابد ان احنا ندرب الطفل عليها. يبقى هو نحن نتكلم في موضوع التدريب على مهارات ما قبل استخدام الطفل لجداول الانشطة. عند تعليم الطفل على استخدام مثل هذه الجداول واتباعها، يجب أن يتم تدريبه على تلك المهارات اللازمة لذلك حتى يتمكن من استخدامها بسهولة. وهذه المهارات هي القدرة على تمييز الشكل عن الأرضية، يعني هنا الصورة هنا في صورة في شكله وفي أرضية اللي هي الخلفية اللي ورا صورة السلوك بتاع الطفل اللي قاعد على منضدة. لازم لما أنا أقوله شايف إيه في الصورة أدربه إن اللي هو شايفه في الصورة هنا مش الفراغ ده مش الخلفية، ولكن الشيء اللي هو الأساسي اللي هو الصورة
اللي موجودة. يبقى هنا التمييز بين الخلفية وبين الصورة نفسها، وان هو لما هيركز هنا في جداول النشاط هيركز على الصورة مش على الخلفية. التعرف على المتشابه، المتشابهات والمطابقة بين الاشياء، يعني الصور المتشابهة يقدر هو ايه يميزها ويطلعها ايه بين يعني يكون قادر او دربه على انه يميز بين الصور المتشابهة، ويقدر يعني يقدر يعمل عملية مطابقة، انه يحط مثلا صورة ولد مع صورة ولد، صورة تفاحة مع صورة تفاحة وهكذا. المطابقة بين الصورة والموضوع او الاداة نفسها، يعني صورة الولد اللي بيشرب مثلا هنا، دي صورة من جدول النشاط، يقدر يحطها بين جنب مثلا الكوباية اللي هيشرب منها ايه الطفل، يعني في كوباية حقيقية موجودة يروح حاطط جنبها الصورة اللي فيها الطفل ايه بيشرب، او انه يحط الصورة دي مع صورة تانية عندي في جدول الانشطة بنفس الشكل ونفس السلوك بتاع الطفل اللي بيشرب من كوباية مية. يبقى هنا دي المطابقة بين الصورة والموضوع او الاداة نفسها اللي هي الكوباية اللي بيشرب منها اذا كانت ايه الاداة متوفرة. اذا فلابد قبل البدء في تدريب الطفل التوحدي على جداول النشاط، لابد ان نتأكد ان الطفل يتقن بعض المهارات المهمة والتي لا غنى عنها قبل البدء في التدريب على استخدام جداول النشاط، اي انه لا يصح التدريب على جداول النشاط قبل تدريب الطفل على هذه المهارات، وهي اولا قدرة الطفل على تمييز الشكل او الارضي. احنا هنا المهارات قلناها 1 2 3، وبعدين بنشرح بايجاز، يعني قلنا بايجاز الثلاث مهارات اللي هي مطلوبين قبل التعامل الطفل مع جداول النشاط. هنشرح كل واحدة مهارة من هذه المهارات. المهارة الاولى قدرة الطفل على تمييز الشكل عن الارضية، اي ان يدرك الطفل الاشكال من خلال ادراكه انها ليست جزء من الخلفية، ويفضل ان تكون الخلفية بلون واحد وسادة. وللتدريب يمكن استخدام صفحة بلون معين، وللصق صورة لشيء ما، ثم نشير الى الصورة ونقول دي صورة الكرة مثلا، ونأخذ يد الطفل ونضعها على الصورة، ثم نقوم بتغيير مكان الصورة في الصفحة التالية زي الصور اللي هنا. ادي الخلفية، خلفية الصور هنا لون واحد، لون ابيض، مفيش اي خلاف فيها. ممكن لو انا المرة دي حطيت الصورة هنا، المرة الجاية تكون الصورة مثلا مكانها هنا، اغير شكل الصورة عشان هنا يبقى الطفل بيدرك شكل الصورة ومضمونها مهما تغير ايه مكانها. اذا كنا قد لصقنا الصورة في الركن الايمن العلوي للصفحة في المرة الاولى، نقوم في هذه المرة بتغيير مكان الصورة ونضعها في منتصف الصفحة، ونشير الى الصورة ونأخذ يد الطفل ونقول صورة الكرة، صورة الكرة. يبقى وهو مفروض يحاول يردد ورايا كلمة الكرة، صورة الكرة او كلمة الكرة او كرة. والاختبار قدرة الطفل لادراك الصورة عن الخلفية، نفعل نفس الشيء بان نغير مكان الصورة في كل مرة، ونطلب من الطفل ان يشير الى الصورة، وهذا يعني لا يتم من محاولة واحدة ولكن بيستغرق عدة محاولات. ففي احد الاختبارات اللي بيتضمن 10 محاولات، لو استطاع الطفل ان يشير الى مكان الصورة على الاقل 8 مرات من 10 محاولات بشكل صحيح، يكون الطفل لديه القدرة على ادراك الصورة المختلفة عن الارضية. يعني لو انا عندي 8 الصورة دي عمل فيها 8
هي عمل 10 محاولات نجح او حقق الهدف او قدر يحدد الصورة او محتوى الصورة في 8 محاولات فيها، يبقى هو كده حقق الهدف في انه يعني هنا في الجزئية دي، او الهدف من هذه المهارة انه يدرك الفرق بين او يميز الفرق بين الصورة والارضية. المهارة التانية تمييز الاشياء المتشابهة والتعرف عليها. من المهم ان يكون لدى الطفل القدرة على ادراك التشابه بين الاشياء قبل البدء في تدريبه على استخدام جداول الانشطة، لان هذه المهارة تعتبر من المهارات الاساسية اللازمة لتنفيذ فنية جداول النشاط. فحتى يستطيع الطفل ان يدرك صورة الشيء ويحضر هذا الشيء، فلا بد ان يكون لديه اصلا مهارة ادراك التشابه بين الاشياء. بيتم تدريب الطفل على هذه المهارة باتباع الاتي. يعني مهم جدا قبل لما يتعامل الطفل مع جداول الانشطة انه يكون اكتسب مهارة تمييز الاشياء المتشابهة، يعني وانه يتعرف عليها، يطبق صورة بصورة او الشيء الصورة والشيء الحقيقي او المجسم او الصورة المشابهة ليها، يطبق. يبقى هنا بيحط كل مثلا اشياء متشابهة في مجموعة او مع بعضه. ويتم تدريب الطفل على هذه المهارة باتباع الاتي: ان نحضر 5 صور للاشياء او ادوات مختلفة، ونضع الصور الخمس في صفحة واحدة، ثم نحضر هذه الادوات ونضعها بعيدا عن اعين الطفل، كأن نضعها تحت المنضدة مثلا، ثم نخرج اداة واحدة ونطلب من الطفل ان يشير الى صورة الاداة زي كده. ادي هنا جدول النشاط الخاص بالذهاب الى النوم، في 5 ادوات هيستخدمها الطفل في الذهاب للنوم. هنعرض عليه الـ5 صور كده، وبعدين نخبيهم تحت الترابيزة او في اي مكان خفي عن الطفل، وبعدين نخرج اداة واحدة مثلا ولو كانت دية او اي واحدة فيهم، ونقول للطفل ايه الصورة دي من موجودة فين، مكانها فين في الصفحة. وممكن نساعد الطفل، نلقنه ونساعده في حالة عدم معرفة الطفل للأداة. وهنا يجب ان نختار ادوات نحن على علم مسبق ان الطفل يتعرف عليها بسهولة، ويفضل ان نستخدم ادوات ذات افضلية لديه، كأن نستخدم مثلا مجسم سيارة يحبها او كرة يحب ان يلعب بها. فكلما كانت الادوات مفضلة عند الطفل في بداية التدريب على استخدام الجداول، كان اقبال الطفل ونسبة نجاحه في اتقان هذه المهارة عالية. وهكذا الحال مع باقي الصور والادوات حتى نطمئن ان الطفل يتقن هذه المهارة. وزي ما قلنا انه المهارات التعامل مع جداول الانشطة بتحتاج مننا صبر، وحتى يصل الطفل فيها الى مستوى الاتقان. وهو ده المطلوب، مش المطلوب ان هو مجرد ان يتعامل مع الصور، ولكن انا عايزاه يكتسب مهارات معينة من خلال التعامل مع الصور، مش مجرد انه يتعامل تعامل فرجة على الصورة. لا، ده هنا انا الهدف منها اتقان المهارة. المهارة الثالثة ادراك التشابه بين الاشياء وموضوعها، او بين صورة الشيء والشيء نفسه. يتم تدريب الطفل على هذه المهارة مثلما ندربه على مهارة المطابقة، وهي كذلك فعلا. فالطفل يطابق ويجانس بين صورة الشيء والشيء نفسه. يعني صورة السرير دي صورة، اقول له روح حطها
على الحاجة اللي في الأوضة هنا أو في الغرفة اللي زيها، لو حطها على التسريحة ولا على الأرض ولا على كومودينو يبقى هنا إيه، ما لسه ما أتقنش هذه المهارة. لو حط صورة السرير دي على السرير يبقى هنا أطمن أنه أتقن المهارة وبقى استطاع ان يدرك التشابه بين الاشياء وموضوعها او بين صورة الشيء والشيء نفسه. نقوم بتكوين وتصميم جداول نشاط مكون من 5 صفحات بحيث تتضمن كل صفحة صورة لشيء ما، ثم نقوم بعرض هذه الاشياء والادوات الحقيقية التي تشملها كل صورة على ان تتضمن كل صفحة صورة واحدة فقط لشيء واحد. يبقى هنا جدول النشاط، هنعمل جدول نشاط من 5 صفحات كل صفحة فيها صورة واحدة بس. نقوم بعرض الصورة صورة واحدة على الطفل ونطلب منه ان يحضر الاداة التي ايه في الصورة بعد عرض ووضع الادوات على رف بالقرب متناول يد الطفل. يعني انا ممكن هتبقى هنا ده كان المثال ده على السرير، هو مش هيعرف يجيب السرير طبعا، انما يعرف ايه ياخد الكارت ويروح يحطه على السرير. هقول له هنا في مثال تاني، دي قصة دي صورة قصة هنحط هنديله او هنحطه في الصفحة هنا في جدول النشاط اللي فيه صورة واحدة، هيبقى فيه صورة قصة زي كده، عليه انه ياخد الصورة دي ويروح في المكان اللي بتتحط فيه القصص في المكان اللي احنا متواجدين فيه او الجلسة بتتم فيه، ويروح يجيب قصة حقيقية، يعني يجيب الكتاب بتاع القصة. دي صورة القصة، ولكن هو عليه لما يشوف الصورة دي ياخدها ويروح يجيب القصة بتاعتها. هنا برضو هنتأكد انه وصل الى جزء من اتقان مهارة ادراك التشابه بين الاشياء وموضوعها او بين صورة الشيء والشيء نفسه. نقوم بعرض صورة واحدة على الطفل ونطلب منه ان يحضر الاداة التي في الصورة بعد عرض ووضع الادوات على رف بالقرب من متناول يد الطفل، وهكذا الى ان يتقن الطفل هذه المهارة ويحضر جميع الادوات المشابهة لما في الصورة، على ان نقوم باستخدام ادوات مفضلة عند الطفل مع تقديم المساعدة والتلقين الجسدي عند الحاجة، وايضا تقديم التعزيز والتشجيع في حالة استجابة الصحيحة. يعني هو مش مجرد انه راح طابق الصورة بالشيء نفسه خلاص نقول ندخل على المرحلة الجاية، لا، لابد ان احنا نظهر له انه اجاد وحقق الهدف ونديله تعزيز، سواء ان احنا نسقف ده شكل من اشكال التعزيز، او ان احنا نلصق ستيكرز او نديله اي مكافأة هو بيحبها، سواء كانت مكافآت هنا ما بتبقاش ايه معنوية اكتر ما هي بتبقى مكافآت مادية مع هؤلاء الاطفال، ممكن حاجة ياكلها حاجة يشربها. واثناء التدريب على المهارات الثلاثة يجب ان نلاحظ انه يجب تدريبه من خلال تصميم جدول نشاط مكون من صفحات متعددة في كل صفحة صورة لنشاط او شيء ما، وندربه على امساك الورقة وتقليبها وكل المهارات سابقة الذكر حتى يستدخل الطفل نفسه المراحل والمهارات وآلية الاداء لجداول النشاط وحتى يعتاد عليها. هذه المهارات الثلاثة السابقة هي مهارات تحضيرية يجب ان نتأكد ان الطفل يتقنها قبل البدء على تدريب الطفل على استخدام جداول النشاط، بجانب بعض الاعدادات والمهارات الخاصة بالمدرب التي يجب ان يقوم بتحضر. ادي هنا عندنا البطاقات اللي كل صورة فيها شيء واحد بس،
دي صورة الخيار، هياخد صورة الخيار مثلا ويروح يشوف الخيار فين الحقيقي او المجسم او ايا كان شكله، ويروح يجيبه من المكان اللي هو محطوط فيه، صورة الموز، صورة الموبايل، صورة كيس عصير. ولابد عند البدء في اختيار عناصر او مجموعة الانشطة المكونة للجدول ان نراعي اختيار هذه الانشطة وفقا لقدرات الطفل، بحيث تأتي هذه الانشطة متوازية مع قدرات الطفل وما تدرب عليه. ولابد ان ندرك ان الهدف الاساسي من التدريب على جداول الانشطة ليس تدريب الطفل المصاب بطفل التوحد على اداة نشاط معين او مهارة معينة فقط، ولكن الهدف الأساسي يجب أن يكون دائما العمل على تنمية مهارة الاستقلالية والاعتماد على النفس وتنمية التفاعل الاجتماعي وغيرها من الأهداف التي سبق الإشارة إليها في التعريف بجداول الأنشطة النشاط وأهدافها. فيجب إذن تدريب الطفل على استخدام جداول النشاط من خلال أنشطة يألفها ويرغب في أدائها الطفل. فمثلا لا نستطيع أن نقوم بتضمين نشاط مثل ارتداء الملابس البنطلون مثلا في الجدول ونحن على علم مسبق أن الطفل لا يستطيع بمفرده أن يؤدي هذه المهارة لأنه ما تدربش عليها قبل كده، أو أنه عنده مشكلة في النمو العضلي أو التآزر الحركي، وبالتالي إحنا مش هنطلب منه أداء مهارة هو لا يستطيع أنه يؤديها. وأنا مش هطلب منه أنه يلبس البنطلون مثلا إلا إذا كنت متأكدة أنه يستطيع أن يرتدي البنطلون بمفرده. إذا كان لا يستطيع يبقى أنا هطلب منه، يبقى النشاط اللي أنا هوجهه له مش ارتداء الملابس، في ارتداء الملابس يمكن يعرف يلبس الجزء اللي فوق والبلوزة أو القميص أو كده، انما البنطلون مش هيعرف. يبقى انا هطلب منه في ارتداء الملابس الاول انه يزرر الزراير او يقفل السوستة، وبعدين اطلب منه ازاي يلبس البلوزة او التيشيرت، او وبعدين بعد التدريب على لبس البنطلون اقدر اطلب منه ان يلبس البنطلون. كذلك لا نستطيع ولا يصح ان نضمن الجدول تحضير وجبة خفيفة ونحن لم نقم بتدريب الطفل على هذه المهارة وما يلزمها من مهارات إدراكية وحركية ومعرفية. ويرى الكثير من العلماء أن الطفل التوحدي عندما يعجز عن التواصل مع وإلى الآخرين يصاب بالإحباط أو يصاب بحالة من الهياج العصبي أو أن ينغمس في أداء السلوك النمطي الاستحواذي. يعني لما اقول له اطلب منه يلبس البنطلون وهو ما بيعرفش ما اكتسبش المهارة دي هيصاب بالاحباط، وهنجد انه ممكن يتنرفز او انه يحصل له السلوك الرفرفة اللي انه هو يعمل هز في ايديه كده اللي هو السلوك النمطي الاستحواذي. ولذلك لابد ان نكون حريصين على اختيار الانشطة بدقة حتى لا نعرض الطفل التوحدي لمواقف وخبرات فشل فنزيد من عزلته. ويختلف مستوى الجدول من الصعوبة ونوع من حيث الصعوبة ونوع الأنشطة من طفل إلى آخر. يعني احنا قلنا انه الأطفال في فروق فردية كبيرة جدا بينهم اللي هم عندهم طف توحد، وهي كلمة طف توحد زي ما قلنا في المحاضرات السابقة وزي ما حضراتكم أكيد عرفتوا الكلام ده من مقررات أخرى، طف التوحد ده يعني معناه في مجموعة من الأمراض المتداخلة مع بعضها بتتداخل مع السلوك العزلة اللي عند الطفل، وبالتالي سموه طف التوحد لأنه مجموعة من الأمراض متداخلة مع بعضها، فهو طيف متداخل مع بعضها. فهنا الطيف اللي عند الطفل ده غير الطيف ده غير الطيف ده، هنا في أسباب غير الأسباب اللي عند الطفل التاني، والطفل التالت عنده أسباب تانية غير الطفل الأول والتاني وهكذا. وبالتالي جدول الأنشطة يجب أنها تكون متناسبة مع ظروف كل طفل على حدة. وتعبير جداول النشاط هي التطبيق العملي والممارسة المستمرة لما تدرب عليه الطفل من مهارات
وتساعد جداول النشاط الطفل التوحدي على تعميم ما تعلمه من مهارات في مواقف مختلفة ومع أفراد آخرين وفي ظروف متعلمية وبيئية أخرى. أنت قال أصل إيه؟ أثر التدريب. إن التدريب هنا نتيجة التدريب مش هتظهر بس لما يكون الطفل مع المدرب في الموقف، ولكن في الظروف الأخرى المماثلة هيسلك السلوكيات اللي هو تدرب عليها في من خلال جداول الأنشطة. وتأكيد لكل ما سبق نتناول بالشرح مثل لجدول نشاط يمكن أن نقوم بتنفيذه بناء على مجموعة من المعلومات عن طفل ما. إذا افترضنا مثلا أن طفلا ما يحب اللعب بالكرة، وأيضا يحب اللعب بلعبة السيارة، ويحب أن يمسك بالألوان ويفتح صفحة بيضاء في الكراس ويشخبط فيها، وأيضا يحب أن يرفع والده إلى أعلى، فهنا يجب أن نختار من هذه الأنشطة المفضلة لدى هذا الطفل ونضمنها في أول جدول للطفل في بداية تدريبه على إتقان فنية جداول الأنشطة. يعني أنا بعمل دراسة حالة مع ولي الأمر وبعرف التفضيلات بتاعة الطفل، وبيبقى مدخلي هنا مع الطفل أحد هذه التفضيلات. ففي الصفحة الأولى نقوم بوضع صورة واحدة فقط للطفلين وهما يلعبان بالكرة، بحيث أنه عندما يشاهد الطفل الصورة في الصفحة الأولى يعلم أنه عليه أن يذهب إلى الرف الذي توضع عليه الأدوات ويأتي بالكرة ويلعب مع صديقه أو مع أخيه أو أخته أو أبيه. ونلاحظ أن الهدف من هذا النشاط تنمية التفاعل الاجتماعي وتنمية المشاركة الاجتماعية من خلال نشاط يحبه الطفل وهو لعب كرة القدم. وقد ندخل على النشاط ندخل أو نضيف على النشاط بعض الأهداف الأخرى، كأن نزيد من الحصيلة اللغوية لديه بأن نلقي بالكرة ونقول خذ الكرة، هات الكرة. وقد نزيد من المهمة تعقيدا فنقول خذ الكرة الحمراء الكبيرة أو هات الكرة الحمراء الكبيرة، أو اعطي الكرة لأخيك، هات الكرة، ضع الكرة تحت المنضدة، أو ضع الكرة فوق المنضدة، أو هات الكرة الكبيرة، أو هات الكرة الصغيرة، أو ارمي الكرة بعيدا، أو ارمي الكرة بالقرب منك، أو ألقي الكرة في السلة للتدريب على التآزر البصري حركي وتركيز الانتباه، أو اجمع الكرات الحمراء فقط في السلة إلى آخره. أنشطة كثيرة جدا يمكن أن ندرب الطفل عليها أو نهدف من ورائها إلى تدريب الطفل على هدف تربوي معين. وكذلك الحال بالنسبة للنشاط الآخر، لنشاط آخر محبب لدى الطفل، مثل أن نضع في الصفحة الثانية صورة لمجموعة من أقلام التلوين. إحنا بنرجع للتفضيلات بتاعة الطفل، أحد التفضيلات كان الكرة، التفضيل الثاني عنده أقلام التلوين، فهنا نضع في الصفحة الثانية صورة لمجموعة من أقلام التلوين وبجوارها ورق مرسوم عليه شكل الحيوان بحدود متقطعة، ويكون على الطفل أن يكمل الشكل بالسير على هذه النقاط والحدود، وبانتهاء وغلق الشكل يدرك الطفل أن النشاط قد انتهى وينتقل إلى نشاط آخر في الجدول، فيقوم بحمل الألوان والكراسة ووضعهم على رف الأدوات، ثم يعود إلى جدول الأنشطة ويقلب الصفحة إلى الصفحة الثالثة. يبقى اتنقل من الصفحة الأولانية الكورة، يعني ابتدينا معاه من التفضيلات بتاعته، أول تفضيل الكورة، تاني تفضيل الأقلام والألوان، وهي بعد ما يودي الحاجة يضعها في مكانها هيبتدي إيه يقلب الصفحة الثانية، يصل إلى الصفحة الثالثة ويشير إلى الصورة التي بها ويتعرف على الأداة، ثم يذهب لإحضار الأداة من على رف الأدوات، وهكذا إلى أن ينتهي من تأدية جميع الأنشطة التي بالجدول. وطبعا إحنا دي كبداية بتبقى كلها أنشطة مفضلة لدى الطفل، وبنعرفها أساسا من مناقشة ولي الأمر، ناخد منه المعلومات اللي بنقول له هو الطفل ده بيفضل ايه او بيحب ايه، فبيقول لنا وبنبتدي نعمل جدول الانشطة بتاعه. اختيار الانشطة. القاعدة الاساسية عند اختيار الانشطة هي يجب ان نختار انشطة مألوفة عند الطفل بحيث ان تتناسب مع قدراته، ويجب ان تكون
يكون أن يكون تدرب عليها قبل ذلك، ويتم التعرف على هذه الأنشطة من خلال الملاحظة الدقيقة لسلوكياتهم. وأيضا يجب مراعاة الآتي: يجب أن يكون الجدول الأول مختصرا ولا يتناول أكثر من 5 أو 6 أنشطة على أقصى حد. شفنا في النموذج المثال السابق إن احنا عملنا 5 صفحات، كل صفحة فيها صورة واحدة لشيء هو بيفضله. يجب أن تتضمن كل صفحة صورة واحدة فقط لنشاط واحد. يجب أن ينتهي الجدول بوجبة أو صورة للمكافأة، يعني عشان يبقى فيه عملية إيه؟ تعزيز. يجب أن ينتهي الجدول بوجبة أو صورة للمكافأة أو لعبة يحبها الطفل تكون بمثابة المكافأة له لتأدية الأنشطة في الصفحات الأربعة السابقة للصفحة الأخيرة. وهنا قد نستغل صفحة نشاط المكافأة في تدريب الطفل على مهارة ما مثل مهارة الرعاية الذاتية. فمثلا نقوم بوضع صورة لكوب عصير يفضله الطفل على طبق ورق، على أن يقوم الطفل بعد تناوله العصير بالذهاب إلى سلة المهملات ووضع الطبق والورق فيه، أو أن يذهب إلى المطبخ ويقوم بغسل الكوب الذي كان به العصير. كل هذه مهارات قد ندرب الطفل عليها بشكل ضمني أثناء تنفيذه للنشاط، حتى لو كان للحصول على المعزز. وقد تتضمن بعض الأنشطة أكثر من مهارة، أو نحتاج إلى مهارات مركبة تحتاج من الطفل إلى استخدام أكثر من قناة حسية: سمعية، بصرية، حركية. هنا 3 قنوات حسية: سمعية وبصرية وحركية، للقيام بهذا النشاط. فينصح في بداية التدريب على جدول النشاط أن نختار أنشطة سهلة على الطفل لا تتطلب منه أداء عالي، واستخدام مركب لقنوات حسية متنوعة. يعني يفضل لنا في الأول الأنشطة اللي في البداية تكون يا إما سمعية يا بصرية حركية، وبعدين بتدرج بعد كده في الأنشطة المركبة اللي فيها أكثر من قناة حسية، فيها سمعية وبصرية وحركية، أو فيها باخد الأول 2 حاجتين سمعية وبصرية، وبعدين أو سمعية وحركية أو بصرية وحركية، وبعدين أخد 3، أنتقل بعد كده إلى 3 قنوات الحسية. يجب أن نقوم بتضمين جدول النشاط ننمي به التفاعل الاجتماعي، فلا يكاد يخلو جدولا من نشاط نقصد من ورائه تدريب الطفل على التفاعل والمشاركة الاجتماعية عند الطفل، كنشاط اللعب مع الآخرين بالكرة، أو التلويح للآخرين في إشارة تقول كلمة باي أو مع السلامة، أو حمل الطفل ورفعه لأعلى على حسب قدرات الأطفال والمرحلة العمرية والعقلية التي يمر بها. يجب إحضار وتجهيز الأدوات المستخدمة في الجدول ووضعها بنفس الترتيب والتسلسل المعروض في الجدول على رف على مقربة من الطفل وفي متناول يد الطفل، بحيث يسهل على الطفل الحصول على الأدوات قبل البدء وأيضا إعادتها بعد الانتهاء من النشاط. يجب أن ينتهي الجدول بحصول الطفل على المكافأة أو التعزيز. تختلف الأنشطة من جدول لآخر ومن طفل لآخر حسب قدرات كل طفل وحسب المرحلة العمرية والتعليمية التي يمر بها والأهداف التي تم تدريبه عليها وفقا للخطة التربوية الفردية الخاصة بالطفل. فالطفل الذي في 3 من عمره قد يتضمن جدوله مجموعة من الألعاب المفضلة لديه والتي تناسب قدراته أو مهاراته وأنشطة رعاية الذات. أما طفل 6 من العمر فقد ندخل بعض الأنشطة الخاصة بتأدية الواجب المنزلي أو المدرسي أو ترتيب حروف أو أرقام، كل هذا يتحدد وفقا للخطة التربوية الفردية للطفل. وفي هذا المستوى من الأنشطة الأكاديمية قد يصعب على الطفل أداء هذه الأنشطة، وهنا يجب تقديم المساعدة وبتكرار المحاولات سيتقن الطفل النشاط، ثم بعد ذلك سيعتمد على نفسه في أداء النشاط بعد أن ننسحب بشكل تدريجي ومخطط. وطفل 10 قد يتضمن جدوله أنشطة ما بعد العودة من المدرسة للبيت
زي ما اتكلمنا في مثال حالة الطفلة في بداية المحاضرة، مثل مهارة خلع الملابس ووضعها على الشماعة أو في الدولاب، أو أنشطة استخدام دورة المياه، أو تفريغ حقيبته المدرسية من الطعام والماء الذي أخذه معه في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة، أو تناول وجبة خفيفة وتجهيزها بنفسه، أو تنظيف غرفته، أو المساعدة في إعداد المائدة وتنظيف أثاث المنزل بالمكنسة الكهربائية أو غير ذلك. يجب أن نختار الأنشطة التي لها نهايات واضحة حتى يعلم الطفل أنه عند الوصول لحد معين فإن ذلك يدل على أن النشاط قد انتهى. فمثلا نشاط مثل تركيب أشكال البضل، فعند الانتهاء من تركيب جميع القطع المكونة للشكل وبعد غلق الشكل يدرك الطفل أن النشاط قد انتهى، فيقوم ويحمل الأداة ويضعها على الرف، ثم يعود إلى جدول النشاط ويقلب الصفحة ويشير إلى الصورة ويقوم ليحضر الأداة المشابهة لما في الصورة وهكذا. يفضل أن نقوم بتدريب الطفل على الاستعانة بحامل لحمل الأدوات عليه، كأن يكون هذا الحامل سلة بلاستيكية أو آنية بلاستيكية أو صينية، حتى يكون على الأقل احتمالا أن يفقد الطفل هذه الأدوات أو أن تسقط منه أثناء حمله لها من وإلى رف الأدوات. وفي الحالة دي يعني لو الأنواع دي من الحوامل غير متوفرة، احنا بنستخدم المستهلكات، ممكن علبة كرتون، ممكن صندوق خشب بتاع فاكهة أو خضار أو يعني هنا أنا عندي مش لازم الأدوات اللي هي مكلفة، ولكن أنا ممكن أي باسكت نظيف وكويس، أنا ممكن إيه يبقى سلة أو حامل لشيء لحفظ الأدوات. بس المهم إن الطفل يتعود على استخدام هذا الحامل أو هذه الحافظة للأدوات الخاصة بجدول النشاط. قد تكون الملاحظات السابقة كثيرة، ولكننا بعد التعود عليها لن تأخذ من تفكيرنا شيء ولا نشعر بكثرتها، فلا تنزعج منها وتناولها بشيء من الترحاب دون الملل منها. فهي نقاط مهمة ومفيدة يجب أن نراعيها عند اختيارنا للأنشطة التي نشكل منها الجداول أو الجدول عن مهارة معينة. كيفية إعداد الصورة واختيارها لجداول الأنشطة. عندما احنا الصور ممكن تكون مرسومة وممكن تكون متصورة بالكاميرا، وممكن نكون منزلينها كمان من على احد المواقع اللي بتوفر لنا الصور اللي نقدر نستخدمها في جداول الأنشطة. وهنشوف انا في نهاية المحاضرة منزلة مجموعة من المواقع اللي ممكن احنا ندخل عليها وننزل منها صور نقدر نعمل بيها جداول الأنشطة بتاعتنا، ونعمل منها ايضا الملف بتاع بيكس. عندما نلتقط او نجمع الصور التي سوف نستخدمها في جداول النشاط، لابد ان نراعي بعض الشروط التي يجب توفرها حتى تؤدي الصورة الوظيفة المطلوبة منها. يجب أن تعكس الصورة المختارة الأشياء أو المواد المستهدفة فقط، ميبقاش فيها أكتر من شيء، إنما الشيء المستهدف بس اللي يبقى موجود في الصورة. يجب ألا تحتوي على أشكال وأشياء أو مناسبات أو غيرها مما يمكن أن يربك الطفل أو يحيره أو يصرف انتباهه، والتركيز فقط على أن تعرض الصورة النشاط المستهدف. يجب تصوير المواد بحيث تكون ضمن خلفية بسيطة أو سادة وغير مزخرفة. يجب أن يملأ الشيء المستهدف الصورة بأقصى حد ممكن، كما يجب أن تستبعد الصور الغير واضحة أو التي لا يتوافر فيها حد أحد أو بعض الشروط السابقة.
ومما يساعد على التقاط صورة واضحة ومعبرة ومركزة أن نأخذ صور خارج المنزل في يوم مشرق، حيث يساعد هذا على وضوح الصورة وسطوعها. يمكن استخدام الفرش المنزلي ذو الألوان أو اللون ذي اللون الواحد مثل مفرش سادة أو لوح خشبي سادة، وذلك لتجنب الخلفيات ذات الألوان المتعددة أو العاكسة للضوء مما ينعكس بالسلب على جودة ووضوح الصورة. لتحديد أفضل وضع نستطيع أن نلتقط صورة للنشاط، يجب أن الطفل يستطيع بحيث يستطيع الطفل بمجرد مشاهدة الصورة أن يتعرف على نوع وطبيعة النشاط المطلوب. فمثلا لو أننا بصدد عرض صورة لمعزز الطفل المستخدم في آخر النشاط، فلو أن هذا المعزز مثلا نوع معين من أنواع العصائر ولها لون معين، فبعض الأطفال يظهر لديهم ارتباط وتفضيل معين لبعض الأنواع على الأخرى حتى لو كانت من نفس منتجات الشركة. وهنا لابد أن نركز أثناء التقاط الصورة على اسم المنتج، يعني موز، عصير موز، عصير تفاح، حليب بالكاكاو وغيره. بالنسبة لمهارة التقاط الصورة، فيفضل الاستعانة بالبرامج الإلكترونية لإدخال بعض التعديلات على الصورة، كأن نقوم بتفتيح لون الصورة أو إضافة عنصر أو حذف عنصر أو تلوين بعض العناصر أو حتى إدخال صورة للطفل في مكان ما حتى وإن لم يذهب إليه من قبل. فمن الممكن أن نحضر صورة لطفل آخر وهو يقوم بتنظيف السرير أو غرفة نومه أو تنظيف أسنانه، ومن خلال الإمكانيات التي توفرها تلك البرامج مثل برنامج الفوتوشوب الشهير نستطيع أن نستبدل صورة هذا الطفل بصورة للطفل المستهدف عن طريق عملية القص واللصق. بعض الملاحظات الهامة لاستخدام جداول الأنشطة مع الطفل التوحدي. يتبع جدول النشاط المصور لخطوات أو مهارات أو أفعال يجب أن ينفذها الطفل خلال وقت معين بتسلسل معين. وطبعا نبدأ مع الطفل من صور له شخصيا، ثم بمرور الوقت تكون الصور عبارة عن رسومات، ثم بمرور الوقت والتدريب يتحول الجدول إلى جدول مكتوب. يعني احنا بتدرج معاه من صور شخصية للطفل ومواقف لصور شخصية للطفل إلى رسومات، وبعد كده لما الطفل بيكون استطاع انه يمارس او اكتسب مهارة القراءة بيبقى جدول مكتوب بيتحل الاول الصورة معاها الكلمة، وبعدين بيبقى الكلمات مفردة بنجرد الصورة من بكلمة او بجملة، واذا يعني كلمة وبعدين نتدرج الى الجملة اذا كان يستطيع ان يقرأ جملة. وإذا وجدنا مهارة ما أو فعل ما يصعب على الطفل أداؤه، فقد نقوم بتحليل هذه المهارة إلى خطوات أكثر تفصيلا، سواء من خلال أداء النشاط أمام الطفل أو بوضع جدول مصور للنشاط الذي نريد شرح خطواته للطفل. فمثلا لو أن الطفل وجد صعوبة في الاعتماد على نفسه في دخول الحمام، فقد يكون من المهم أن نضع جدول مصور لخطوات هذه المهارة داخل الحمام ليتبع الطفل هذه الخطوات. قد نقوم بتفصيل وتقسيم هذه المهارة إلى 5 خطوات أو أقل أو أكثر على حسب الصعوبة التي يواجهها الطفل وحسب قدراته. فمثلا قد يكون الجدول لمهارة رعاية الذات والاعتماد على النفس في دخول الحمام كالآتي. ده موقع لي على الإنترنت ممكن ناخد منه صور. بالنسبة للصور، هناك كثير من المصادر التي يمكننا الحصول منها على الصور المستخدمة، وبعض صور المجلات، يعني حتى احنا ممكن نقص من المجلات والصحف بعض الصور اللي ممكن تساعدنا في عمل جداول الأنشطة وتكون معبرة فعلا عن السلوك المستهدف، وصور بعض المنتجات والألعاب المستخدمة في التدريب. كل هذه الصور تصلح بشرط مراعاة ألا تتضمن الصورة أكثر من شيء واحد، وأن تركز الصورة على النشاط المطلوب حتى لا يتشتت الطفل إذا ما تم عرض صورة بها أو أكثر من شيء ويحتار أو أي الأشياء نريد منه أنجزها. وأنسب صور هي تلك التي يتم التقاطها وتغليفها
من واقع بيئة ألعاب الطفل بيئة ألعاب وأنشطة الطفل، على أن يتم مراعاة ما تم ذكره مع تغليف هذه الصور للمحافظة عليها وتوظيفها مرة أخرى في التدريب. هذه الصور متاحة، وهناك العديد من البرامج، أشهرها برنامج البورد ميكر، وهذا رابط لملف به بعض الصور من برنامج البورد تستطيع طباعتها واستخدامها. هذه الصور زي ما حضراتكم شايفين بعد ما حطيناها على الكرت تم تغليفها، وفي مكان خاص لتغليفها بمادة البلاستيك الخفيف الشفاف عشان نقدر نستخدمها مرات ومرات دون أن تستهلك أو أن هي يحصل لها أي نوع من الخدش من استخدام أو سوء استخدام الطفل إليها. ده موقع تاني برضو في صور عديدة، لو دخلت على هذه المواقع الثلاثة، الموقع ده والموقعين اللي موجودين هنا على الشريحة السابقة، هتقدر تحصل على العديد من الصور اللي تساعدك على عمل جداول الأنشطة أو الحصول على برنامج صور برنامج بيكس بمراحله الستة، هتلاقيهم موجودين وتقدر تنزلهم. واحنا هنتكلم في المحاضرة الجاية على نظام أو برنامج بيكس. بشكر حضراتكم ويا رب تكونوا استفدتوا من المحاضرة، من هذه المحاضرة، وخدتوا معلومات وخبرات عن جداول الأنشطة وكيفية إعدادها وكيفية استخدامها، أهمية استخدام هذه الجداول للطفل المصاب بطيف التوحد. إن شاء الله وهذه الجداول هامة جدا، لا نستطيع إن احنا نبدأ باستخدام البرامج المصورة إلا إذا كان الطفل بتاعنا فعلا تم تدريبه على جداول الأنشطة، وشفنا إن حتى التدريب على جداول الأنشطة بيسبقه اكتساب 3 مهارات أساسية، والمهارات دي لابد شفنا إزاي كل مهارة من المهارات الثلاثة الأساسية إزاي الطفل يكتسبها، وإزاي إحنا لو اكتسبها الطفل بنقدر ندخل على أو ندربه على جداول الأنشطة، وإذا اتدرب كويس على جداول الأنشطة بيسهل عليه وعلينا بعد كده التعامل مع البرامج المصورة زي برنامج بيكس أو نظام بيكس. شكرا لحضراتكم، وبتمنى لكم أجمل الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.